في إسبانيا قدم فريق برشلونة مدربه الجديد إرنستو فالفيردي عبر مؤتمر صحفي عقده بمعقله الكامب نو. وكان النادي الكتالوني قد تعاقد مع فالفيردي لموسمين قبل للتمديد. وبعد تقديمه لوسائل الإعلام أكد المدرب السابق لأتلتيك بلباو بأنه سعيد بالثقة التي منحت له من قبل إدارة النادي وسيسعى للرد عليها من خلال النتائج المحققة في الميدان رفقة البلغرانا. وحول ميسي أكد فالفيردي بأن نجم الأرجنتيني حاسم في أي موقع ومن الجميل رؤية إمكانياته في التدريب. يذكر أن فالفيردي سبق له اللعب لبرشلونة في الثمانينات من القرن الماضي كما درب عددا من الفرق الإسبانية وعلى رأسها فياريال وإسبانيول وفالنسيا. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للرئيس ولأعضاء مجلس الإدارة وللمدير الرياضي على الثقة التي منحوني إياها بتعييني مدربا لنادي برشلونة. سوف أرد على هذه الثقة بتقديم مجهود كبير يتلائم مع أسلوبي في العمل. أنا أشعر اليوم بمسؤولية كبيرة تجاه هذا النادي العريق وتجاه جماهيره الكبيرة.